أعظم دعوة يدعى إليها الخلق هي الدعوة إلى توحيد الله، وأنه لا غنى للخلق عن تلك الدعوة في كل حين وآن. والعبد لا يفتأ يقرأ في كل ركعة من صلاته نفلاً وفرضاً اهدنا الصراط المستقيم، فهو مفتقر إلى هداية الله عز وجل في كل أحواله. وأعظم هداية الله للعبد أن يجعله من أهل التوحيد، وهذا الجعل ليس شيئاً يثبت في هويته الوطنية أنه مسلم، ولا دعوى تجري بها لسانه، ولا نسبة يعرف بها في الناس، ولكن حقيقة ذلك امتلاء قلبه بتعظيم الله سبحانه وتعالى وإجلاله. فإن التوحيد التام هو الذي يملأ القلب فيعلم به العبد أن العبادة كلها لله، فدعاؤه وصلاته وتسبيحه وتهليله وسره وعلنه وشهوده وغيبته وخلوته وحضوره كلها لله سبحانه وتعالى. والمدركون حقيقة التوحيد يعلمون افتقار الخلق إلى دوام دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل. وليس الناس اليوم أزكى من محمد صلى الله عليه وسلم، ولا من الرعيل الذي كانوا معه وينزل عليه صلى الله عليه وسلم في المدينة. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، تقريراً لافتقار الناس إلى الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فالناس محتاجون إلى هذه الدعوة لا لتنقلهم من الشرك إلى التوحيد، كلا، ولكنهم محتاجون هذه الدعوة مرة بعد مرة لترقيهم في كمالات التوحيد. فإن كمالات التوحيد لا تتناهى، وإنما بلغ غايتها اثنان من الخلق هما إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، لما فازا بكونهما خليلين لله سبحانه وتعالى. والناس دونهما في درجات، هم درجات عند الله. فالعبد إذا كان موحداً يفتقر إلى تقوية توحيده وتجديده وتعظيمه وملء قلبه به، ولا يحرك نفسه إلى ذلك إلا دوام الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فما يظنه بعض الناس من أن هذه البلاد بلاد لا شرك فيها، وأن أهلها غير محتاجين إلى التوحيد، أتي من جهله بحقيقة التوحيد وظنه أن دعوة التوحيد تقتصر على نقل الناس فقط من الشرك إلى التوحيد، ولم ينتبه إلى أن من دعوة التوحيد ترقية الناس في كمالات التوحيد. هذا إذا سلم له بأن العباد يخلصون من الشرك، وإن كان يجري في الخواطر شرك لا يكاد ينجو منه الخلق، وهو شرك الرياء الذي تخوفه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته كما سبق في باب الخوف من الشرك. فإذا قرأت هذه الأدلة الثلاثة وفهمتها فهماً صحيحاً، علمت شدة حاجتنا إلى توحيد الله عز وجل. ولذلك كان من عادة علماء هذه البلاد رحمهم الله أنهم لا يخلون مجالس تعليمهم من تدريس التوحيد، ولا سيما في كتاب التوحيد. فكان هذا الكتاب لا تخلو منه حلقة المعظم من العلماء في البلد، فهو إما أن يقرأ الكتاب نفسه، وإما أن يقرأ حاشية عليه، وإما أن يقرأ شرحاً عليه، أو يقرأ نظيره، فلا تخلو حلقته من التوحيد. ولذلك صار الناس من بقاياهم ممن سلف على توحيد عظيم لا يوجد عند كثير من الناس اليوم. والفارق بيننا وبينهم دوام تلقيهم إلى توحيد الله، لتوحيد الله سبحانه وتعالى في الكتب المصنفة فيه. ولم يكونوا يقع في نفوسهم أنهم لا يحتاجون إلى التوحيد طرفة عين، لأنهم يعلمون أن العبد إذا استغنى عن التوحيد طرفة عين هلك، لأنك إذا استغنيت عن التوحيد
خذلت فإنك موكول إلى نفسك، وأعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، ولا يخرجك من تسلطها عليك بالهوى والشبهة والشهوة إلا امتلاء قلبك بتوحيد الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يجتهد طلاب العلم في معرفة هذا الأصل، وأن يفهموه ويفقهوه ويعرفوا مرتبته في الدين، وأن يجتهدوا في دعوة الناس وتعليمهم، إما عن طريق إمامتهم في المساجد، أو عن طريق الخطابة، أو عن طريق التعليم في المساجد أو في المدارس أو في المعاهد أو في الكليات. فإن هذا الأمر إذا قوي في الناس ثبت دينهم، وإذا ضعف في الناس ضعف دينهم، وإذا ضعف دينهم ذهبت دنياهم، كما تقدم تقرير هذا في غير هذا المقام.